الحصه الثالثه والاخيره في لحن سيموتي. اسمع كده حته حته، بس بدايه الربع الثاني مختلفه خالص. اوكي اوكي، جرب كده. ها اوكي اي اوكي، يلا معايا اوكي. يعني ممكن نقول او دي سلم كي يي دي يي. يلا جرب قول معايا اوكي يي. كمان اوكي. مره تاني اوكي. بص الحته اللي جايه اي 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 اي. اسمع تاني، دي زمانها اتنين اتنين اهي. خلي بالك من دي، بص الهزه الثانيه هنا فين؟ فوق اهي، وهنا جت تحت. بص تبقى عامله ازاي؟ اي 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 اي، واقفل اي اي اي. يلا معايا اي 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 اي. قولي لي اي اي اي. عادي كده، مش دي اي 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 اي. يلا معايا اي 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 اي. مره كمان اي 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 اي. يهمني بس الهزه الثانيه هنا كانت عاليه وهنا كانت نازله، والثلاثه دول انا بقفل بيهم. اسمع كده كله اوكي. اي 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 اي. يلا معايا اوكي. اي 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 اي. خلي بالك انت هتخلص الياي دي وتخش على طول على الاثنين، ما تسيبش مسافه. يلا جرب معايا تاني اوكي. مرة كمان اوكي. اي 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 اي. الاخبار ماشيه؟ قول كده بير اوكي. يلا نرد عليه ها اوكي. اي 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 اي. عجبتك الحته دي يا توني؟ حلوه يعني؟ نعيدها؟ هنعيدها عشان خاطرك، هنعيدها تاني بس من اول كي. ركز كده، هقول واعيد وشوف الفرق بينهم. اوكي اي 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 اي. الفرق ما بينهم بص التلاتة دول، ما هنعملها بس بالازرق. بص خدت بالك من الدايرتين دول؟ هنا بقوا تلاتة، ادي واحدة والتانية في النص والتالتة تحت، عاملين زي السلم. ودي اللي هي زي كي، وهنعمل كده ياي. بس اوطى من كي ولا زيها؟ ركز كده وقول لي اوكي. زيها انا ما بتوطاش، بس خلي بالك من الاخيره. هنا قلنا ايه؟ اي 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 اي، وطيت دي. لكن هنا اي 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 اي. خدت بالك؟ خدت بالك من الفرق؟ قول كده يا توني الثانيه اي اي. جدع. طب قول الاولانيه اي اي اي. يبقى عشان تفرق تعمل ايه؟ الدايرة التانية دي هنا وطيتها على طول، وهنا خليتها عالية، والتالتة هي اللي وطيتها. ماشي؟ اسمع كده كله على بعضيه مني. أوه.
اوكي اي 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 وعيد اي 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 نعرف نقول يلا جرب ها اوكي حلوة قوي مية مية مرة كمان ها الأخبار تمام الحتة اللي جاية بقى مختلفة ملهاش مثيل جه فين الكلام ده جت فين دي جت في بداية النص الثاني هنا اللي هي فين لا في النص الثاني لو خدت بالك تي اللي جاية معلش دي البداية مش النص فاكرين وصلة البداية وصلة النص والفرق ما بينهم هنا عشان دي بداية الربع فهتيجي وصلة البداية هي فاكرة بيتون؟ دخلني شكرا. جت هنا تاني. تاني بقى الحتة اللي اسمع مني. نظبط دي. يبقى دي ليها راس ودي زمانها. ودي ياي. وهنا دي بنخش على طول ودي زمانها. ونخش من دي على دي على طول. اسمع الحته دي كده لوحدها اي 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 يلا دي معايا ها اي 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 مره كمان اي 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 معلش مره كمان مرة تاني ها يا 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 فاكر وصلة البداية يلا دي نعملها شبهها عملنا كده ودخلني شكرا دي كانت زي دي وديها لارا بس كده اسمع كده من اول اوكي وعيد تاني بس من غير الاو من اول كي خلي بالك هزود اتنين الحته اللي جايه دي الجديده معلش ناقص اتنين هنا ناقص معلش بس كده ايوه نقفل بس دي خلي بالك اللي هي بتبقى الحاجات اللي في المربعات دي هي اللي بتلخبط عشان كده حاططها في المربعات هي اللي بتلخبط وبتتوه اسمع مني تاني اوكي اسمع مني وعيد خلي بالك من اللي جاي اي 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 اي
دخلني شكرا. بس نعرف نقول الحته دي. يلا معايا ها. كمل. خلي بالك من الحته الاولانيه. اوكي يا 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 خش على طول. يلا تاني معايا. اوكي يا 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 عيد. يا 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 الأخبار ماشية ولا فيها مشاكل؟ لو أسمع منكم مرة من غير ما نقول. يلا تفضل. لسه عشان في ناس بتقول حاجات زياده. نقول مره اتفضل. الحته اللي حضرتك عملتها في النفس فين عشان قبلها وبعدها. هي نفسها ما فيهاش حاجه. يعني مثلا يعني قبلها خد نفس هتكمل معاك. نقول مره تاني. يلا حبايب. اوكي يلا رمزي. اي 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 طالما وصلت عند الحته بتاعه دخلني شكرا يبقى هنخش على ايه؟ على الجزء اللي متكرر. الجزء اللي احنا خدناه قبل كده اللي هو بتاع ايه؟ زي ك او. طبعا عارفينه ده. زي ك او بقى هنغير الكلمات هتبقى ان خي. ان خي. طبعا هو الف واحد. انا حطيت بس الالف والالف مكان النطق اللي فات. معايا؟ يبقى بدل ما كنا بنقول زي ك او هنقول ان خي. ماشي. تاني ان خي دي. ها ان خي. طيب هو الكلمات هنا اكتر، كلمات في الربع الثاني اكتر من الاولاني. هنعمل ايه؟ هندخل الكلام بدل الهزات زي ما هنعمل كمان شويه في النص اللي جاي. فركز في الحته اللي جايه دي قوي. احيانا واحنا بنصلي التسبيحه بننسى الكلمات وننسى ننطق فالربع بيتبهدل، الربع الثاني ده بالذات. فانت دايما لما تيجي تقول الربع الثاني تبقى مركز في الكلمات. يبقى دخلني شكرا. اي 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 انخي. اي 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 اسمع. دي افتكرها بالعطسه كان حد بيعطس عنده برد. اتس اي اي ايوه عنده كورونا. اتس اي اي اي
ان جاء بي اش فو او. هي الحته دي بس اللي هتلاقي فيها كلمات كتير والباقي كله عادي. خد بالك معايا، شوف مين اول واحد هيحفظها بقى. اسمع مني بس، اسمع مني. انخي الألف اثنين إيش فو أو 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 زي ما احنا عارفين اللي جاي، لكن عايزين نأكد بس على النطق ده. الألف ده زمنه اثنين والبي فيها اثنين ودي آي آي آي، فاكر هناك، لكن هنا إن جا بدل آي 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 بقت إن جا. نرجع تاني، يلا جرب قول معايا. خش. بس اقول لك من عند العطسه. It's a n j a b. يلا الحته دي لوحدها. ها اتس ها اتس ا ن j b. تاني اتس. ها اتس ا ن j b. ركز تاني من اول. ان ركز معايا. ايوه ان جا بي. ايوه كده. بي بي ايه الاخبار؟ مشيت؟ قول يا توني. لا لسه، ايش اللي جاي؟ ان جا بي اوس او او او، هتبقى ايش فو او ايش بدل اوس. معايا؟ مركز ولا لا؟ ايش دي بدل اوس. معايا؟ هتعرفها كمان شوية. يلا تاني، نقول من أول. ركز معايا. هي ايش بدل اوس، يعني ممكن المفروض نكتب كده ايش كده بس. هنا فو، هنا كده فو. هي ايش فوت، تمام كده. يلا اسمع مني بقى كده من الاول، اسمع مني مره ما تقولش معايا. اوكي يا 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 يا. دخلني. زي ما احنا عارفين. ماشي؟ يلا اتفضل. ها. اوكي. ها. عيد.
ها يا 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 ركز يا دي اللي هي كانت ايه هناك؟ راس اللحم. ماريا هتبقى ارو. فاكر ماريا؟ اجين هتبقى اون ام تي. ازاي؟ نقولها آرون دي. يلا ها آرون آن إمتي. مرة كمان آرون ها آرون آن رايك في النص الاولاني صح؟ هو اول سطر بس اللي هي اول حته دي هي دي اللي تعتبر جديده، اللي جاي كله ده جديد، كل ده قديم. اسمع منه النص ده كله لوحدي، ما تقولش معايا، اسمع وركز. اوكي يا 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 يا. وناخد نفس هنا نقطه اي اي اللي هي زي كي اي 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 وزود الاثنين دول اي 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 الحته اللي جايه اي 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 الوصله اللي احنا عارفينها اي 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 بس هو احنا تقول اي 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 دي وصله النص مش البدايه هتوديك في حته تانية لكن دي اي 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 دخلني اي 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 ودي تمسكها كده خد بالك اي 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 قف هنا اهو لا يا عم اي 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 وراح خد نفس وبعد كده انخي وتخلي بالك بقى من الحته اللي جايه عشان هننطق كتير اي 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 آرون آن
اخبار ماشيه. خلي بالك من اتس النص الثاني، افتكر فيه العطسه النص الثاني. ايه جميله هتتقال ايه بتاعه العطسه دي. ماشي يلا نجرب نقول من الاول. لا لسه هنكمل نكمله. يلا اتفضل. ها اوكي هنا هنا كده هنوقف هنا ماشي. الغلطه دي خلي يا نادر ركز يا عم. ماشي نقول تاني عشان نشوف. لا اقف هنا عشان تعرف تكمل. اي 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 خش على اللي بعدها على طول. يلا تاني اوكي. ها مين واقع فين؟ مين واقع فين؟ حاضر. الخي خلي بالك من العطسة. مين واقع فين تاني؟ اتظبط؟ بجد؟ تعال نقوله على بعضيه تاني النص كله. اتفضل. طب ايه رايك نختم الاول؟ نختم الاول اب في
الأخبار تمام؟ أكمل؟ كتبنا الكلمات اهو بتاعة النص الثاني. فاكر كنا بنقول إيه؟ أهسنو ده النص الثاني بتاع الربع اللي فات، هيبقى إي أهري الإي دي اتنين هاي إي أهري بدل أهسنو بقت اي اهري اي سكينه اي اي ري بدل ايه دي اوتي بدل بقت ري. اسمع مني كده الحته دي ما تقولش معايا اي اهري نظبط الحته دي. اسمع تاني في النص اللي فات، الحصه اللي فاتت النص التاني كنا بنقول اهس نو او 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 تي اي 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 غيرنا الكلمه بس بقت تهريري اهي اي اهري نقول الحته دي. يلا اسمع ها اي سكينه اي الأخبار ماشية؟ نقول تاني ها إي أهري سكينة بعد دخلني شكرا بنقول ايه الجزء اللي متكرر اللي هو زي زي كا او وزي الخي هتبقى اف او و انت بي
ده كله خدناه ماشيه من غير الكلمات. يعني في الربع اللي فات دي كانت انتني، هنا بقت انتبي، وزي ماريا بقت ارون، وهكذا. يعني نقول تاني، نقول تاني من اول ايه اهرير النص التاني، يلا لحد السطر الاخير ده. ها ايه اهرير، ايوه دي مش حلوه دي. اي اي ري اكسرها، اي اي ري عشان تظبط معاك، يلا ها اي اهري، يلا اي 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 ري اي 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 اي. معلش نقولها مره كمان، يلا ايه اهرير. نعم همزه تحت، همزه عشان نعرف ان هي ايه. اكسرها يعني، ممكن نكتب عليها اكسرها، ماشي كده تمام. يلا اتفضل. ها هنقفل بقى اللي احنا عايزين نقفل خالص. هنعمل ايه؟ يا اس دي زي ما خدناها في الربع اللي فات، الحته بقى المختلفه دي اللي في النص. طاينو في، عارف ايه اللي مختلفه؟ طايني، عشان بتاخدك من فوق تنزل بسرعه لتحت عشان تقفل. يا اس دي عارفينها صح؟ يلا نقول ها اي طاي نو او في، اسمع كده اي اس طاي نو او، يبقى اي اس طاي نو او في، يلا معايا ها اي اس طاي نو او في كمان. معلش نقولها مرة كمان. أنت بخش آية 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 تانية آية 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 آس طاينا في الأخبار. الربع الثاني في لحن سيموتي. اوكي
كمل الربع الثالث. لا كده الربع الثاني. بتاعت الربع الاولاني كانت ازاي؟ ايوه جدع. يا اس طاينو في تاجو، يعني بص الحته بتاعت السلم دي اللي بتخليك تختم، بتاعت استوي دي اللي بتخليك تختم. يعني مثلا يا اس طاينو في تاجو، لو هتكمل الربع الثالث. لكن لو هنختم زي ما هنختم دلوقتي، يا قاينو، باخدها على الهادي عشان اقفل. في انت اللي قلتها يا امير، انت جدع. طيب تيجي نقول الربع كله على بعضيه، نقدر ولا ايه؟ ماشي يلا اتفضلوا نقول مره مع بعض. خليك ناعم. ماشي يلا اتفضل. Hey.
خلي بالك. هنقوله مرة كمان. أنا أختم الأولاني ونخش على التاني عشان الوقت بس. أبثي خلني.
مسكينا نقول بشكر أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من شر المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد.